ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي مع تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد، ازاي نعمل المندي بتفاصيله. أنا عايز لكل مبتدئة في المطبخ، لكل عروسة جديدة، لكل واحدة شطورة عايزة تثبت لجوزها ولأهلها وبيت السعادة اللي هي جاية عليه جديد إن هي بتعمل المندي لجوزها بطريقة منزلية بسيطة على طريقة الشيف المغازي ولكن الطعم على أصوله. تعالوا نشوف نعمله مع بعض إزاي. معانا فرخة سمينة شوية وزنها يعدي الكيلو 200، ومعانا رز بسمتي تقريبا كيلو غسلناه مرة 2-3 صفناه من المية، معانا بالشكل ده كده. حلو الكلام. معانا فحماية والفحم ده اختياري، معانا فلفلة حلوة، ومعانا البهارات العربية ببساطة كده لازم نقولها لأن هي دي سر من أسرار الأكلات العربية اللي بتدي شماخة وشخصية للأكل العربي. القرفة اللي هي الدرسين، الحبهان اللي هو الهيل، القرنفل اللي هو المسمار، اللومي اللي هو الليمون الجاف، والورق اللورو. الحاجات البسيطة السهلة دي اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة هي عنوان المطبخ العربي وهي أصوله وهي تقاليده. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. اول حاجة معايا صينية اللي هي صينية المندي اللي هي هتحل مكان البرميل. برميل المندي محتاج حفرة وربنا يكفينا شر الحفر، ومحتاج برميل يا اما في جنينة يا اما في فيلا واسعة ربنا يدينا، يا اما محتاج صحراء واسعة نعمل فيها المندي. هناخد الفرخة دي يا عم الشيف ونشيل السلسلة منها عشان السلسلة اللي هي بتعمل عملية اعاقة في عملية السوى، وما ذلك مش هنرميها، هناخدها كده ونحطها في ماء مغلي على النار مع بوكيه جرنيه من الخضار علشان ناخد شويه شوربه حلوين يدوا طعم للرز بتاعنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ هو ده. ومعانا الفرخه الحلوه دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ناخدها كده نصين. لازم بالفراخ نصين. المندي يتعمل بالفراخ نصين، نقدر ان احنا نعمله باللحم زي ما احنا عايزين، مفيش اي مشكلة. هنشيل ده كده ونمسك يا عم الشيف الفراخ دي نتبلها تتبيلة بسيطة كده وسهلة. نعم يا غالي، ده السؤال ده صعب اجاوبك عليه، تصلي على الحبيب قلبك يطيب. بيقول لي ليه سموه مندي؟ وده سؤال حلو على فكرة. ليه سموه مندي؟ هو ده الكلام. المندي باللغة العربية الفصحى لغويا جايه من الندى. اسمعوا كلامي بس والله انا بتفلسف في شويه حاجات كده بس في حدود المطبخ، يعني ماليش دعوه باللغه العربيه. المندي جايه من الندى. وايه هو الندى؟ لما نقعد تحت الجميزه وتحت التوته شجره التوت بتنزل ندى كده. انا كنت افتكر زمان وانا في ثانويه عامه كان عندنا جميزه كنا اقعد تحتها واذاكر الصبح بدري، فالندى يجي على الوش كده ويجي على وشنا، ده اسمه الندى. حلو الكلام. الندى ربنا يكفينا يعني اللي وعدنا بايام الندى الحلوه. المهم فالندى بيجي من الندى بتاع اللحم او الفراخ اللي بينزل على الرز يسويه، فاذا الفراخ لازم تتحط على وش الرز، هي دي المدرسه، تنزل الندى بتاعها والبيون بتاعها والشربات بتاعها والشوربه بتاعتها على الرز تساوي الرز بتاعنا اللي هو هيبقى محطوط في البرميل او في الحله في قلب البرميل. هي دي فكره عمليه المندي جايه من الندى. شرحت شرح ايه لغوي. تعالوا نتبل الفراخ بتاعتنا ببساطه كده. ادي الثوم وادي الفلفله الحلوه، البهارات بتاعتنا يعني مش بنتكلم بقى يعني ممكن احنا ده الشرح لها، عايزين تعرفوا على احنا نروح من بعض ليه. انت عايز تعرف اي حاجه معاك التليفون في ايدك بدل ما تضيع وقتك في اي حاجه ملهاش اي لازمه، خش اتعلمي اكله حلوه، شوف الشيف المغازي على صفحه اكله امي الحاجات الحلوه دي كلها وتعرفي بقى التفاصيل دي كلها. ممكن تشوفي برضو حد بيعمل المندي غير الشيف عادي وتشوفي الطريقه اللي تعجبك. هناخد التوابل دي كلها مع بعضيها ونحط عليها شويه زيت. حلو الكلام. الحبهان الناعم، القرفة الناعمة، كل ده مع بعض. وناخد الفراخ اللطيفة دي كده بسكينة نبدأ إن احنا نقطع الإيه؟ المفاصل بتاعتها علشان التتبيلة تخش جوه. سكينة صغيرة كده ونحطها هنا كده. ونخليها على جنب. ده واحد. حلو الكلام. نفس القصة في النص التاني اهو. لازم الفتحات الصغيرة دي مهمة جدا على فكرة، بتطلع الزفارة اللي موجودة جواها وبتشلك الايه التوابل من جواها زي الفل. انا خدت زي ما هي كده نفس القصة. اللهم صل على النبي يا عم الشيف.
لغايه كده سهل جدا، ما عملتش جديد، ما احنا بنشوي الفراخ كده وبنتبلها احسن منك عادي. انا اسمعك للاخر يا ست الكل. كده الفراخ متبله جاهزه، معانا الصينيه بتاعتنا اللي هندخلها الفرن. حلو الكلام، على النار بتسخن في درجه حراره عاليه جدا. انا عايزك النهارده شفت الشيف المغازي بيعمل المندي بالدجاج تعمليه زيه. كل القصه هتجيبي فرخه وعندك رز، بس لازم رز بسمتي يا اختي، ما ينفعش بالرز المصري. في اكلات لما نقول رز بسمتي يعني رز بسمتي، ما ينفعش فيها الرز البسمتي الرز المصري خالص. حلو الكلام، هنشيل دي من هنا. في الصينيه بتاعتنا اللطيفه دي كده بنحط معلقتين من الزيت. حلو زي الفل. في المعلقتين الزيت دول يا شيف بتعمل ايه؟ بنبدا ان احنا نحط البهارات العربيه، قرفه، حبهان في قلب الزيت، قرنفل، ورق لورو في قلب الزيت، اللومي في قلب الزيت، حبات اللوم الصغيره دي كده، الله، في قلب الزيت. حلو الكلام، لغايه دلوقتي زي الفل. وناخد الفراخ بتاعتنا تشويحه في قلب الزيت. اللهم صل على النبي. وسيبيها شويه، شويه الرز بتاعنا اللي عندنا دول مكان توابل الفراخ. بناخد الرز البسمتي ده كده نسقطه كده. الله عليك يا ابو باز، ايه الحلاوه دي، ايه الشياكه دي، وايه البساطه دي. ونمسك الرز ايه، ندوره في بقيه التوابل بتاعه الفراخ. اللهم صل على النبي. في اسهل من كده يا عروسه، يا ست الكل، يا اللي بتحب المطبخ، يا اللي بتحب تخش تعملي حاجه حلوه لجوزك. يا فندم، زمان اشتغلت بالظبط كده دلوقتي. حلو. زي الفل كده لغايه دلوقتي احنا. ونروق الدنيا كده عشان الصوره الحلوه، مخرجنا ما يزعلش مننا. ده المندي. بتعمل ايه يا شيف؟ بس نعرف المندي ده لازم نحفر حفره ونعمل برميل. طب احنا قاعدين في شقه دلوقتي، نعمل، ما عندناش فيلا، ما عندناش صحراء، ما عندناش مكان واسع، ما عندناش بر في السعوديه والاماكن العربيه. هتحفري فين؟ هتحفري على جارك فوق؟ ما ينفعش. فانا خليك تعملي في قلب المندي في قلب الفرن. هنأمن على الفرن بتاعنا درجه حرارته 180. ايه الاخبار؟ زي الفل تمام. نظبط الشبكه بتاعه الفرن ونخليه بالشكل ده كده جاهز. مكان تحمير الفراخ، اللهم صل على النبي. هنشيل الفراخ دي بعد ما نحمرها وشوحناها. بيكون عندك طبعا ورق فويل وعندك ورق زبده جاهز. بسم الله، ايه الاخبار؟ هي دي، اللهم صل على النبي. الفرخه خدت الصدمه الناريه، هو ده. شفت الشقاوه؟ الله. حلو. ورق الزبده فين يا عم الشيف؟ هو ده. ورق الفويل فين يا عم الشيف؟ هو ده. كل دي تجهيزات. اول حاجه ورق الزبده، ورقه الفويل معانا على ورقه الزبده. وانصحك طبعا بتعملي فخده ضاني، ربنا يديكي، بتعملي ورقه لحمه، بتعملي صينيه جلاش زي ما انت عايزه. ما تغطيش على طول اللحمه او الصواني بورق الفويل مباشره. حلو، مكان تحمير الفراخ اهو، خدت الصدمه الناريه. ننزل بالرز بتاعنا الجميل الحلو ده هنا. الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، ايه البساطه اللي انت فيها دي يا عم الشيف. رز في قلب الصينيه بعد ما دورناه بمكان توابل الفراخ. معانا فاكرين ولا ناسيين بوكيه جارني سالقين فيه ظهر الفرخه مع شويه حبهان وبوكيه جارني، يعني مش هحتاج لاي مكسبات طعم. بنزل كده واشرب الرز. خلي بالك انت حاطه توابل على الرز، وحاطه ملح، وحاطه بهارات يا ست الكل. لسه ما خلصتش. وحط عيار الرز من الشوربه او من المرقه
شفت الحلاوة؟ في أبسط من كده؟ آه لسه ما خلصتش. بيعملوا كده في البرميل؟ آه. أمال يعني الرز هيستوي من الشوربة بتاعة الفرخة بس؟ طبعا مستحيل. آه. تمام. العيار كده زي الفل؟ وهزها كده زي الفل. واجي واخد ورقة الزبدة أول حاجة حطيتها هنا كده. طبعا انت عايز عملية التسوية تتم بسرعة، فأنا حاطط الحلة على النار وشغال. انت عندك البوتاجاز نفس الطريقة زيي. اهو ونحط ورقة الفويل اللي هتمسك لي ورقة الزبدة. يا عروسة يا اللي بتحب المطبخ، مفاتيح السعادة الزوجية مش هتدوري عليها، مش محتاجة سوبر ماركت ولا محتاجة تروحي تشتريها من أي مكان في جيبك، مش هتدوري عليها، هي المطبخ. خش المطبخ كل المشاكل بتنتهي، كل طلباتك بتجاب زي الفل بالشكل ده كده. تمام اهو. الله. ونحطها هنا كده قدام عينينا. كل اللي انا هعمله بسكينه صغيره كده من السله. خلي بالك وسع الفتحات علشان ما تسقطش منك في قلب الرز. اه. ولازم تحط ورقتين فويل فوق بعض. علل ولماذا؟ عشان تديها عصب. ناخد الفراخ بتاعتنا الحلوه. اللهم صل على النبي. تعالي يا ست الكل. زي ما احنا شغالين كده بالظبط. اه. ركزي معايا بقى عشان الموضوع مهم هنا كده. معانا فلفل زي ده كده يتحط. يشوي جنبيها كده. معانا بصل برضو بناخده كده. الحاجات دي مطلوبة يعني اهو. شفت الجو ده كده؟ الخضار اللي جنب الفراخ المشوية ده لطيف وجميل. اهو. مخرجنا شفت الصورة الحلوة دي كده؟ فيها خبرة السنين. حلو؟ ادي المندي اتعمل، المندي المنزلي. عنوان السوشيال ميديا بتاعنا المندي المنزلي. اهو زي الفل يا عم الشيف. درجة حرارة الفرن عندي 180، تصلي على الحبيب قلبك يطيب. دي مكانها فين في الفرن؟ في أرضية الفرن. اه اه. العب، الله عليك، آه زي ما هي كده. اه. لسه لنا كلام في المندي تاني على إيه الصورة الحلوة دي؟ إيه الصورة المنورة دي؟ اللهم صل على النبي. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مخرجنا بيقول لي بتعمل إيه عند الفرن؟ بأمن على المندي. أنا مستقبلي كله في الفرن يا فاروق. مندي فرخه سمينه وزنها كيلو 250 جرام، معاها الرز البسمتي، معاها الخبره الطهويه بتكنيك عالي. ازاي نعمل المندي المنزلي؟ نقفل الفرن بعد ما نشوف الصوره الحلوه. بالله عليك ما تزعلنيش. اه انت مركز في المهلبيه انا عارف. لو الفراخ احمرت وهتطلع حته زبده ومدلعه اخر دلع لسه في كمان. يلا هو ده، ايه الحلاوه دي؟ تعالوا نطلع مع بعض المندي ونوسع الدنيا كده. السفرة النهاردة متنوعة طبعا، بترضي الصغير قبل الكبير، أهم حاجة كاسة المهلبية يا غالي. تعالى طلع المندي كده وأنا ونصيبي بقى. ألاقي مية في الرز؟ ما ألاقيش. أنا ماشي بالبركة. ودايما خليكوا تحت سقف البركة، ربنا بيكرمنا والله العظيم. وخلي نيتك دايما نية إيه؟ بالبركة. أهو أدي الفراخة أهيت، أنا أوريها لك دلوقتي حالا. بس قبل ما أشيلها برضه هعمل حركة لطيفة أوي على فكرة. إيه هي؟ وإحنا مع بعض كده. أهو. اللهم صل على النبي. معانا الفحم. ده درجة حرارته عالية جدا. يلا تعالى يا باشا. دول كفاية. هناخدهم كده زي ما هما. نعمل حاجة حلوة كده هنا. يعني بتشوفي فيديوهات مش هحرمك. مع إن أنا مش بحب الحركة دي. هتقولي لي ليه بقى؟ لأن الفحم نفسه لما بيخش جوه اللحمة وقت كبير وتكرار كتير بيعمل مشاكل القرحة على المعدة. ودكاتره التغذيه عارفين الموضوع ده، فما نستخدمهاش كتير في المناسبات بس عشان ما يبقاش حد احسن من حد. اه. وحطيت الزيت. حلو الكلام. وبسرعه كده سريعا كنت مجهزه ورقه فويل معاكي. يعني انتوا شطار في عمايلها دي، خلي بالكوا. اه. ناخد الفحم ده كده ونحطه هنا ده كده. الله الله على الريحه، الله على الريحه يا ام غازي. ونحط دي برده هنا كده.
الله. طبيعي بنغطيها عشان البخاري يمشي في كل الفراخ. اه نكون جهزنا السيرفيس بتاعنا، سيرفيس التقديم مع بعض واحدة واحدة. الله، الرز استوى، احنا هنشوف مع بعض ايه الاخبار. بص على الحلاوة، يلا اللهم صل على النبي. زي الفل، نشيل ده من هنا ونشيل ده من هنا. حلو الجو ده كده، نشيلها من هنا، ملهاش عوزة عشان ما تنزلش في الأكل بتاعنا. ناخد الفراخ اللي احنا سويناها دي كده بالراحة خالص، استوت. هنقول مع بعض دلوقتي استوت ولا ما استوتش. معانا البصل، معانا القرن الفلفل ده كده، عينيا حاضر، يدوني دقيقتين بالظبط. وادي البصل بتاعنا، وادي القرن الفلفل الحار ده انا عايزه، وشوية البصل دول حلوين مشويين واخدين طعم الفحمة. الله اهو ده مهم جدا. ونشيل ورقة الفايل دي ونشوف ايه الدنيا تحت. احنا ونصيبنا بقى، لقينا مية هيبقى شكلنا وحش قوي، لقينا الرز مستوي ستر من عند ربنا. ودايما خليها على البركة. شيل ده كده، انا عايز شوية دول، عايز شوية دول. يا ويلي، صلى على الحبيب قلبك يطيب. رز معانا، نغرف الرز بسرعة. اللهم صل على النبي. لا ما اقولكش، ما اقولكش، صلى على. بص بص على الحلاوة، بص على الحلاوة، بص على الحلاوة. اه 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 المندي المنزلي زي الفل يا عم الشيف. نغرفه مع بعض بسرعة. اه يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. اوه اوه، هو ده خلص المندي. نسويه كده، اللهم صل على النبي. روحي بقى كليه في اي مطعم كده وصلي على الحبيب قلبك يطيب. غسل الرز بايدك، متبله الفراخ بايدك، بركه ايدك يا امي اللي ربنا ما يحرمنا منها يا رب. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ قرن الفلفل بتاع سي محمد اهو على وش الرز، بصل المشوي بتاع ابو حميد اللي بيحبه مع الملوخيه، هو ده. حلو قوي، برافو عليك يا شيف.